السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم اكله اقتصاديه من غير لحوم. تحضروها كوجبه غداء او عشاء، طاجين ديال الفلفل معمر بالرز غير العادي. كتجي اكله لذيذه بزاف، حتى صوص طوماط كتجي عاقده كيف ما كتشوفوا، والرز حتى هويا كيجي ما معجنش نهائيا كيف ما كتشوفوا، وكتبقى إضافة ديال الفروماج مبشور كتبقى اختيارية، كتعطيها مذاق ولذة. تبعوا معايا هنايا المقادير. عندي هنايا الرز مسلوق نصف سلقة غير الرز العادي، قزبر معدنوس يكون كتير. عندي هنايا 7 فصوص ديال الثوم. عندي هنايا الملح حسب الذوق. بالنسبة للتوابل عندي هنا الفلفل الأحمر معلقة صغيرة، زنجبيل، كركم، فلفل أسود، شوية ديال الكمون، وعندي هنايا معجون ديال الطماطم. عندي هنا جزره وحده مبشوره بهذه الطريقه، زيت نباتي اللي بغى يستعمل زيت الزيتون ماشي مشكل. عندي هنايا عصير ديال الطماطم والفلفل الاخضر، تقدروا تحضروه باي فلفل اي نوع او لون كتفضلوه. وعندي هنايا الفلفل الحار. نتمنى هاد الوجبه هادي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله. We'll be right back.